أساس مجلس الوزراء حدد الأول من يناير علشان يطبق مسألة الحد الأدنى للأجور؟ يعني دي كانت مناقشات الحقيقة روعية فيها أبعاد اجتماعية وروعية فيها فعلا إن الحد الأدنى للأجور اللي يخلي يعني المواطن يعني نقول يتنفس، وال 1200 جنيه ودي كانت يعني ده كان قرار جماعي في إنسانية الإنسان والواقع في نفس الوقت، بس المفروض انه يقابل هذا مزيد من الجهد ومزيد من العمل حتى يرتفع كمان عن ال 1200. ما هو ال 1200 دول مش لازم نقول ان دول مبلغ، لكن مش هيرتفع هذا الا بانتاج وجهد اكثر. ما تنساش ان انت لما تبص على الموازنه العامه للدوله، الموازنه الحقيقه لازم كلنا نفهمها، ان مثلا انت بتتكلم على 650 مليار، ربعهم بيروح اجور، ربع بيروح دعم، والربع الاخر بيروح خدمه للديون، والربع الرابع هو اللي بنعمل بيه كل مشروعاتنا الاستثماريه. اذن ليس لدينا رفاهيه الحقيقه ان احنا نفقد ساعه واحده من ساعات العمل او الانتاج. لا. عشان السؤال اللي انت سالته، طب ومن فين؟ المهم الاستدامه، مش ان السنه دي بنعمل طب وبعدين. هناك قرارات قويه جدا اتخذتها الحكومة، ولكن هذه الحكومة بتتصف انها ما بتاخدش ما بتشتغلش بردود الافعال، هي بتاخد الموضوع بدراسة، لان دي حكومة مؤقتة. هذه الحكومة والله ليس دفاعنا الا هذه الحكومة، تحملت قرارات كثيرة جدا بدءا من اول يوم. لا لا, لا يعني ما تنساش قرار رابعة وفضل الاعتصام في الرابعة و النهضة. هل بتدفع ثمن القرار ده الحكومة لغاية دلوقتي؟ لا ما بتدفعوش، لأنه هو قرار لصالح الوطن. خد بالك، عندما يكون القرار صعب ولصالح مصر أنت بتبقى عمرك ما بتدفع ثمنه، إلا أنت ده بالعكس، أنت بتقول أنا أديت اللي عليا ناحية هذا الوطن. هناك نوع من عدم التواصل. عدم التواصل؟ نعم. عدم التواصل بين مين ومين؟ بيننا جميعا، يعني بين الإدارة كإدارة، الوزارة نفسها؟ لا يعني الوزارة، هي الوزارة دي وزارة سياسية. أنا بتكلم على التنفيذيين كرئيس شركة، كرئيس شركة قبضة. التواصل في المرحلة دي والتواجد واللحمة مع القطاعات العمالية، لأن ده بيبقى الجو ده أو البيئة دي أسهل بيئة، أن أنت لو أنت عايز تخلق مشاكل للطرف الثاني، ان انت تدي معلومات خاطئه، او ان انت تشكك في القرار، او ان انت يعني تخلق جو من التوتر. طب في الواقع بقى هنا في اللحظه دي المسؤول لازم يكون وسط عماله بيتكلم في نفس اللغه.